كانت لحظة حرجة من عمر البلاد، انقلاب الميليشيا وتدخل التحالف، سنوات من العواصف والتحولات، لكن بلقيس وقفت أمام التحديات بمسؤولية الكلمة وتفاني العمل. 8 سنوات منذ انطلاق بثها الرسمي، لم تكن بلقيس ترفاً، ولم يكن توقيت بثها الرسمي في 11 مايو صدفة، بل كانت لحظة إشراق في أكثر أوقات اليمن قتامة، وكان انطلاق بثها الرسمي في ذكرى واحدة من أهم أيام ثورة الربيع اليمني، وتوثيقاً لحدث مفصلي في تاريخ البلاد. رغم الصعوبات، صمدت بلقيس بحزم واتسعت خارطة انتشارها وأصبحت صوتاً يتخطى باحترام يحظى باحترام اليمنيين بما في ذلك خصومها أنفسهم. تشهد اليوم تمام عامها 8، تبدلت المواقف وتغيرت الخصومات وطغت المصالح على كل شيء، وهي لا تزال على ثباتها كما يراها الناس، وها هي تدخل عامها 9، تمضي على مبدأ الكلمة والتزامها بأن تكون صوت اليمنيين. خلق الانقلاب والحرب معاناة حقيقية، مأساة تحتاج أصوات مختلفة من وسط ركام الحرب وقريبا من معاناة الناس. بلقيس صوت اليمنيين. أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بالعناوين. منذ 8 سنوات في مثل هذا اليوم بدأت قناة بلقيس الفضائية بثها الرسمي، وهل تكفي 8 سنوات وهذه المناسبة لنتوقف لحظة لنتأمل رحلتها وتأثيرها؟ تأسست بلقيس في خضم لحظة حرجة في تاريخ البلاد عقب انقلاب ميليشيا الحوثي وتدخل التحالف السعودي، لتولد من رحم الأزمات وتعيش سنواتها الأولى من عمر البلاد المضطرب بالعواصف والنزاعات. 8 سنوات كتبت بلقيس سطوراً من حياة الناس، رافقتهم في كل التفاصيل الصعبة بأوجاعهم وتشردهم بانتصاراتهم وخذلانهم، مثلهم دفعت الثمن باهظاً. على مدار الأعوام 8 الماضية تغيرت الخصومات وطغت المصالح على كل شيء، لكن مبادئ بلقيس لم تتغير وثبتت على تمسكها بمبدأ الكلمة والتزامها بأن تكون صوت اليمنيين، كل اليمنيين. بعد أن اقتحمت ميليشيا الحوثي مقرها في صنعاء، هنا كانت البداية في مقرها في اسطنبول. من هذه الأروقة الداخلية لحظات التأسيس الأولى التي شكلت نواتها ونقطة انطلاقها، حيث انطلقت بجهود وعزائم صلبة قبل أن تدشن بثها الرسمي، متكئة على فريق فني وإعلامي متميز ومحترف شكل عماد القناة الأولى، قبل أن يتحول شعارها إلى ملمح إعلامي على الأرض عبر شبكة مراسليها الواسعة في مختلف المحافظات اليمنية، لتحتل دوراً هاماً في تغطية الأخبار العاجلة والمحلية وترسم شعارها على كافة التراب الوطني إلا من أرض صودرت فيها الحريات. كان لبلقيس دور محوري في تغطية الأحداث والأخبار العاجلة، تحولت شاشتها إلى مصدر المعلومة الموثوقة لليمنيين والمهتمين بالملف اليمني إقليمياً ودولياً. كبر الحلم ليتسع، ولم تعد بلقيس مجرد قناة إخبارية، بل هي مشروع إنساني يتجاوز نقل المعلومة إلى حيث الإنسان، البرنامج الذي جاء ليعزز مفهوم شعار قناة بلقيس ويسلط الضوء على الإنسان اليمني من زاوية مختلفة. تقف بلقيس اليوم أمام فرقاء كثر وتحديات أكثر تعصف بالبلد وتوشك على الإطاحة به. أمام ذلك تبدو القناة اليوم ملتزمة أكثر في مواجهة التحديات التي تعصف بالبلاد، وكما كانت بلقيس مشروعاً لحمل أصوات الناس وقضاياهم، كانت أيضاً سقفاً مفتوحاً لكل الأصوات والأطراف، وكانت برامجها محطة للتحليل وتسليط الضوء على القضايا المهمة ورفع الوعي بالتحديات التي تواجه البلاد. 11 مايو
هو ذكرى حادث مفصلي من تاريخ ثورة الشباب السلمية، وتجسيد لنضالات من آمنوا بالحرية وهتفوا لها، وذكرى استحقاق دولة تسودها العدالة والمواطنة المتساوية التي يستحقها اليمنيون. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيوف الذين سيكونوا معي خلال هذه الحلقة. ستكون معنا بداية الأستاذة هنا صالح، مديرة شركة بلقيس ميديا عبر سكايب، وسينضم معها آخرون. مساء الخير أستاذة هنا. مساء النور آسيا، أهلا. أهلا بك وكل عام وأنت وبلقيس بألف خير. وثمان سنوات منذ انطلاق قناة بلقيس، هذا المشروع الفارق في الساحة الإعلامية اليمنية. بطبيعة الحال حدثينا أستاذة هنا عن البدايات، بداية بلقيس. في البداية كل سنة وأنت طيبة آسيا وجميع الزملاء، ابتداء من موظفي الخدمات ومرورا مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ورئيسة مجلس الإدارة، وليس انتهاء بالفريق التحريري والفني، وايضا مراسلي بلقيس في الميدان، وايضا نستذكر شهداء بلقيس في هذه السنه وفي كل مرحله وفي كل احتفال من احتفالات بلقيس رحمه الله عليهم. اسئله اشكال صراحه. البدايات، بدايات بلقيس انت نعم. عايشتيها خطوه بخطوه يعني. صحيح صحيح. في الحقيقة البداية كانت في فترة ضبابية تماما نتذكرها جميعا، عندما يعني انقلبت ميليشيات الحوثي على الدولة ودخلت العاصمة صنعاء. في تلك الأثناء بعدها بأيام كانت الخطوات الأولى لتأسيس قناة بلقيس وفي اسطنبول وأيضا استوديو في صنعاء. كان ما زال أمل أن يكون لنا استوديو متواضع في صنعاء، لكن بمجرد أن تمت اللمسات الأولى لتجهيز هذا الاستوديو تم الانقباض عليه من قبل الميليشيات الحوثي ونهب الأدوات وأيضا إغلاق المكتب، وقام جميع العاملين في مكتب صنعاء في استوديو صنعاء بالهروب من العاصمة صنعاء. بعضهم تمكن من الوصول إلى إسطنبول، وكنا قد انتهينا أيضا للتو من إعداد وتجهيز استوديو لا بأس به في إسطنبول، وكنا يعني بدأنا بالبث المباشر في 2015 في 11 من فبراير ذكرى الثورة السلمية الشبابية الشعبية في اليمن، ومن ذلك الحين إلى الآن وما زالت قناة بلقيس تبث مباشرة من إسطنبول، وأيضا لديها مجموعة من أستاذة هنا لا أتمكن من سماعك، حدثت مشكلة في الصوت، تسمعيني الآن؟ نعم أنا لا أسمعك، يبدو لي مشكلة في السماعة عندك يا أستاذة. حاولي مرة أخرى أسمعك مرة. لا للأسف. طيب بنحاول إحنا نرجع لك يا أستاذة هنا علشان يعني نسترجع هذه البدايات. وينضم معنا عبر الأقمار الاصطناعية الصحفي سلمان المقرمي من تعز. مساء الخير أستاذ سلمان. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ سلمان. بحكم متابعتك، برأيك ما هي الإضافة التي شكلتها قناة بلقيس للساحة الإعلامية؟ اهلا وسهلا. كان يعني الشعب اليمني كان يفتقد بشكل عام الى الاعلام المرئي، رغم وجود ما كان قبل الانقلاب الحوثي هناك مساحه واسعه رغم كل القيود كانت تعد مساحه واسعه للاعلام بشكل عام، الصحف المواقع يعني كان موجود مساحه واسعه، لكن كان هناك قله في الاعلام المرئي او التلفزيوني. يعني بعد الثورة شهد القطاع اليمني أو الإعلام اليمني قنوات تلفزيونية مختلفة متنوعة، بعضها أغلقت وبعضها لم تغلق.
أهم القنوات التي نشأت من إنتاج الثورة، يعني على الأقل قناة، يمكن القول قناة بقناتية من شباب بلقيس، يعني هي التي نتجت في بعد الثورة وشكلت جزء من صوت الناس. الإضافة الأهم التي كانت هي بكثافة البرامج السياسية والتغطية نشرات الأخبار التي يعني تتميز بها عن بقية القنوات الأخرى التي أدت دورا مهما أيضا. نعم، طيب يعني برأيك أستاذ سلمان، إذا يعني كنت تتابع القناة منذ بداياتها وحتى الآن، هل تلحظ تطور في أداء ومحتوى القناة خلال هذه 8 سنوات؟ في الحقيقة أنا متابع جيد يعني الإعلام اليومي بشكل عام والإعلام المرئي، الإعلام أو هكذا أعد نفسي يعني على الأقل. التغطيات الإعلامية يعني تغطية الحرب، تغطية الصراع في اليمن، تحول من الإعلام الدولي إلى الإعلام المحلي. يعني كان صار في الفترة الأخيرة الإعلام المحلي أو الإعلام اليمني خاصة من القنوات الكبيرة منه هي مصدر الأخبار، مصدر الأحداث، لديها وصول جيد إلى المعلومات، لديها برامج لا بأس بها عن التحليل والمناقشات، يعني في الغوص في أعماق الأحداث، في إبراز وجهات نظر لا حد ما. الإضافة التي شكلتها يعني مثلا من خلال شبكة المعلومات الميدانية والمراسلين، أو كان هذا تطور مهم، يعني بدلا من صحافة نت على الأقل أو هذه المصادر الصحفية أو النسخ واللصق، هذه من أهم الأشياء التطورية. حتى لو كان في بعض الأداء في بعض القنوات في بعض اللحظات يعني لم يكن المتابع يتفق مع سير الأداء، يعني في مرحلة من المراحل خاصة قبل الهدنة يعني لم يكن الأداء كل الناس اتفقوا معه، كان كثير من المعارضين، كنت أحد من ينتقد الأداء على الأقل. نعم، إذا بشكل عام يعني لو تحدثنا عن مدى تأثير الحرب والانقلاب على الوضع العام، وكيف انعكس ذلك على الإعلام وحرية الصحافة في اليمن؟ الاتصالات في اليمن، الاتصالات محدودة في المدن، الوصول للإنترنت في اليمن محدود إلى المدن، حتى في المدن التغطية ضعيفة، كثير تشكل السكان في اليمن ما بين 30 إلى 40% من السكان. في القرى في الأرياف التلفزيون هو أحد أهم الوسائل التي يمكن الوصول إليها، بمعنى أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تستطيع الوصول إلى الأرياف، إلى شباب القرى، إلى شباب، وهم أكثر الناس الذين انخرطوا في الحرب وهم أكثر المتأثرين. مثل التلفزيون والقنوات الإعلامية أحد أهم أدوات الوصول للأخبار واستهداف هذه الشريحة من المجتمع، كان هذا شيء مهما، خصوصا أنه مثلا جيل الشباب، يعني معظم العاملين من شباب أو من خريطة متنوعة ولديهم وصول أو إلى المجتمع. يعني كمثل الإعلام هذا بما فيها قناة بلقيس أحد أهم الأدوات التي تصل إلى ملايين اليمنيين في الريف في القرى وحتى في المدن، يعني رغم أن المدن قد يكون فيها النت أو وسائل التواصل الاجتماعي مصدر رئيسي، أو لكنه لا يغني عن القنوات وعن برامجها وعن هذه الأشياء. نعم، إذا يعني ما مدى تأثير الحرب والانقلاب على حرية الصحافة في اليمن؟ يعني كما تعلم نحن نبث من إسطنبول، صحيح لدينا مراسلين ومتعاونين في كثير من المناطق، لكن كان لدينا مكتب في صنعاء ومكتب في عدن وأغلقت بفعل الميليشيا هنا وهناك. عبد الملك الحوثي قالها صراحة من أول يوم، الإعلاميون أهم من المقاتلين، كان يقول نحن نستطيع أن نتعامل مع المقاتلين بالمقاتلين لكن مع الإعلام لا نستطيع أن نتجاوزهم. لذلك عدهم في سبتمبر على ما أذكر 2015 أنهم من أخطر من المقاتلين الذين يناهضونهم. عمل الحوثي بشكل عام على تعتيم اليمن، على عزل اليمن، على عزلها في كل شيء، الإعلام، الكهرباء، الاتصالات، يعمل الحوثي حتى الآن حتى على قطع الطرق والشروعات يعمل على عزل اليمن. يمثل الإعلام الضوء الممكن الآن حاليا للوصول إلى الناس للتأثير عليهم. كثير من القضايا التي يثيرها الإعلام حتى في مناطق سيطرة الحوثي تؤدي أحيانا إلى بعض الحلول. رأينا في بداية رمضان الماضي قصة ذلك الطفل الذي اعتدى عليها المشرف الحوثي، أثر الإعلام في قضيته. رأينا كيف تعامل الناس مع قضية عبد الله الأغبري، لولا الإعلام لما حدثت كثير من الجرائم. يمثل الإعلام رغم كل عداء الحوثي، رغم كل انتقامه،
في المرحلة الحالية خاصة بعد من الهدنة إلى الآن وفي المستقبل إذا استمرت الهدنة، الإعلام أحد أهم أدوات الحرب الرئيسية ضد الحوثي. بالنهاية الهدنة هذه لن تحدد مصير اليمنيين، ولن تحدد مصيرهم، ولن تستعيد جمهوريتهم ولا الديمقراطية التي كانوا ينشدونها. وبالتالي صار الإعلام أحد أهم أدواتها، والإعلام هو آخر يمكن أن نقول آخر ما بقى من آثار الجمهورية اليمنية حتى الآن. طيب تعلم يعني مدى طغيان وسائل التواصل الاجتماعي، الفيديوهات القصيرة، ما يسمى بالريلز وغيره، كيف تقيم أداء القنوات الإعلامية اليمنية بجانب هذه المنصات، منصات التواصل الاجتماعي؟ هل ترى أنها واكبت هذا التسارع في وسائل التواصل الاجتماعي أم أنها ما زالت متأخرة؟ بس سأتكلم عن العموم لأنه لست متخصصا في مجال الإعلام الرقمي والإعلام هذا يعني متخصص بشكل عام، إنما بتكلم بصفتي يعني أعمل في الإعلام. وسائل التواصل الاجتماعي يلحظ غالبا أن لها السبق، لكن ليست لديها الموثوقية التي لدى القنوات. الإعلام في القنوات وفي المواقع الرسمية الرئيسية التي لديها سمعة حسنة من الثقة، وهذا من الثقة والمصداقية والأداء، تمثل الأهم بالنسبة للناس. يعني ليس كل ما ينشر في وسائل التواصل يغني أو يغني عن يمنح الثقة للناس أو يمثل بديلا لهم عن القنوات، إنما الذي ينشر في وسائل التواصل وينتقل إلى القنوات هو الذي يكتسب الثقة أو يكتسب المصداقية أكثر. تأثير القنوات لا أكثر أكبر بكثير من مشهوري وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كانوا هنا بعض المشهورين لديهم متابعين بالمليون، لكن ليس لديهم الثقة أو المصداقية التي أو المواطن على الأقل لا يراها بهذا الشكل التي لدى القنوات. القنوات فيها مساحة واسعة للحوار، فيها مساحة واسعة للنقاش، للمتابعات، للبرامج متنوعة أكثر بكثير من وسائل التواصل. وسائل التواصل لا تغني أبدا عن القنوات والمواقع الرسمية الرئيسية التي لديها مصداقية كبيرة. نعم، إذا نبقى معنا أستاذ سلمان، سأعود إليك بعد أن يعني أذهب للأستاذة هناء التي عادت إلينا. مرحبا بك مرة أخرى أستاذة هناء. كنا نتحدث عن بدايات القناة. أنا أتذكر جيدا أستاذة هناء أننا كنا في البث الترويجي للقناة وحدث تدخل التحالف فجأة، فقررت إدارة القناة أن نظهر بشكل مباشر على الجمهور لتغطية أحداث الحرب. حدثينا عن ذلك التحول الذي حدث حينما أرادت بلقيس أن تقترب أكثر وفعلا تصبح صوت اليمنيين في أهم لحظاتهم. صحيح، هو في البداية إحنا لما بدأنا بث القناة كان قبل عاصفة الحزم أن تبدأ، وإحنا كنا بدأنا نغطي الانقلاب اللي حاصل على الدولة من قبل ميليشيات الحوثي. وبعدها مثل ما تفضل في آسيا بدأ التحالف بضرب صنعاء، وفعلا كانت قناة بلقيس من القنوات اللي كانت من القلائل اللي كانت تغطي جرائم الحوثي وأيضا تغطي الجرائم التي كان يرتكبها طيران التحالف، وكنا ننقل الضحايا أول بأول، بالرغم أنه لم يكن لدينا هناك مراسل في صنعاء لأنه ميليشيات الحوثي لا تقبل أن تكون قناة بلقيس متواجدة، بحكم أنها أي مثل ما تعلم يعلم الجميع أنه أي إعلام ضد الانقلاب على الدولة هو كان أيضا بطبيعة الحال هو إعلام مع العدوان، بينما بلقيس كانت فعلا حاضرة تغطي الجرائم من كل الطرفين، سواء كان من قبل الحوثيين أو كان من التحالف، وفعلا وكان موجودين الشباب كلهم كانوا بيشتغلوا شفت الواحد 12 ساعة كانوا يغطوا كل الهجمات اللي كانت تحدث وكنا نغطي كل الجرائم التي تحدث وأيضا الضحايا وفي محاولة أيضا رصد هذه الانتهاكات. وكان في وقتها يتم التعامل معنا أنه أحيانا يتهم بأن احنا مع الحوثيين وأحيانا لأن احنا كنا دائما نغطي جرائم العدوان، والحوثي بطبيعة الحال يقول أن احنا مع العدوان لأن احنا أيضا نغطي الجرائم التي يقوم بها الحوثي. وما زال هذا دأب قناة بلقيس أنها تغطي الجرائم التي تحدث من كل الأطراف وتقول للمسيء والمسيء أسأت، وأيضا تغطي حتى في
الشرعية وأخطائها أيام ما كان في شرعية مع الرئيس هادي، ومن بعدها الانقلاب الذي حصل على هادي من قبل المجلس المعين من قبل الرياض. أيضا بلقيس كانت حاضرة وتغطي، وما زالت بلقيس هي حاضرة إلى هذه اللحظة تغطي جرائم كل الأطراف بالرغم من محاولات إخفاء هذا الصوت. نعم، إذن عند هذه الجملة من بالرغم من محاولات إسكات هذا الصوت 8 سنوات، بالتأكيد مرت بلقيس بالعديد من الصعوبات والمتاعب لنقل، حتى استطاعت أن تستمر وأن تتطور خلال هذه الفترة. ما أبرز تلك الصعوبات أستاذة هناء؟ أبرز الصعوبات على الإطلاق هي محاولة اغتيال كثير من العاملين لقناة بلقيس المراسلين في الميدان، هذه هي الأولى. هو طبعا إن إحنا مش متواجدين على الأرض هي نتيجة لأن إحنا مش قادرين إحنا نشتغل في أي منطقة من المناطق في اليمن، لأنه لا ميليشيا من الميليشيات التي تحكم اليمن في شماله وجنوبه ترضى ببلقيس أن تعمل وأن تغطي. لكن في بعض المناطق نوعا ما استطاع المراسلين أن يعملوا، لكن ومع ذلك كثير من مراسلنا تم اغتيالهم، منهم من بطائرات التحالف، ومن والأغلب كان عبر الهجمات اللي حصلت من ميليشيات الحوثي، ومنهم المصور ايضا عبد الله قابل كان في 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 مأرب. هذه واحدة من الصعوبات، وكانت فعلا مؤلمة كثيرا. يعني الصعوبة الثانية هو اقتحام مكتب صنعاء ونهب كل مستلزماته، وإلى الآن ما زالت منهوبة. الصعوبة الثانية أيضا مكتب عدن الذي كان عمل لبعض سنوات بشكل متواضع، أيضا تم تهديد العاملين فيه ومن ثم تم إقفال المكتب، بينما كنا مستبشرين خير ان احنا لا هناك هامش من الحريه في الجنوب، لكن لا يوجد هامش مع كل الميليشيات التي تعمل لاجندات خارجيه، لانه الذي يعمل بشكل وطني لاسباب وطنيه يعرف ان بلقيس هي في الاخير قناه وطنيه وفعلا صوت اليمنيين، وهي لا تحابي احدا فيما يخص المواطن اليمني. من ضمن الصعوبات ايضا حملات تشويه القناه بلقيس، حملات تشويه الموظفينها مالكينها، هناك حملات تشويه دائما يقوم بها، وللأسف في أحيان نادرة كانت تتم بأيدي ناس مستفيدين أيضا من قناة بلقيس، وهذا بطبيعة الحال طبيعي في خلال عمل قناة بلقيس في 8 سنوات ما أنها تواجه كل هذه الضغوطات. يعني الحمد لله يعني إحنا نستطيع نقول أنه بالرغم من هذا كله أنه خط بلقيس التحريري واضح وقوي ومستمر، وإن شاء الله نستمر العمر كله بإذن الله. إذا أستاذة أيضا يعني بعض الأحيان من ضمن الهجمات التي تفضلت بقولها تتهم بلقيس بأنها بعيدة عن الناس وأنتم تتحدثون من إسطنبول، كيف استطاعت بلقيس أن تكون صوت اليمنيين رغم هذا البعد؟ كيف كانت قريبة من الناس رغم كل الصعوبات إغلاق مكاتبها، ولكنها استطاعت أن تنقل صوتهم؟ هو في سؤال اللي يقول هذا الكلام، يعني احنا لو كنا بنبث من صنعاء او من عدن كنا حنكون صوت اليمنيين ولا حنكون صوت الميليشيا؟ ما هو لان احنا في اسطنبول احنا صوت اليمنيين، لانه في اسطنبول معنا هامش من الحريه ان احنا نتكلم وان احنا نغطي الذي يحدث في اليمن. كنت اود اقول بحلوه ومره، لكن للاسف كله مر يعني. لكن لولا هذا هامش الحريه، ولماذا اسطنبول؟ لانه بطبيعه الحال لو كنا في الرياض او في الامارات او في مصر او في اي مكان الا ما تكون هناك ضغوطات، ولذلك اسطنبول كانت يعني من 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 ناحيه البنية التحتية وأيضا هامش الحرية للمؤسسات الإعلامية كانت قبلة يعني لكثير من المؤسسات. نعم وليست قناة بلقيس فقط. ونحن إلى اللحظة بالرغم أن هناك كان هناك بعض التضييق على بعض القنوات لأسباب معينة، لكن ونحن إلى هذه اللحظة اللي أنا أتكلم فيها معك يا آسيا لم تمارس الدولة التركية على قناة بلقيس ولا من قريب ولا من بعيد أي ضغوطات، ولم تطلب أي شيء. بل قناة بلقيس والعاملين فيها يعلمون تماما، والمراقبين لقناة بلقيس يعلمون تماما، والمنصفين إن قناة بلقيس تغطي دون ما تخوف ودون ما حدود ودون ما أجندات خارج الأجندة الوطنية لصالح الشعب اليمني. هذا هو رد.
نعم، إذا اسمح لي ضيفي العزيزين والمشاهدين أيضا أن نذهب لرأي الناس في الشارع، ماذا قالوا عن بلقيس؟ كل عام وبلقيس ومنتسبيها وإدارتها وطاقمها بخير، 8 سنوات من العمل الصحفي. والجميل في بلقيس أنها تميزت في جانب الأخبار وفي جانب البرامج أيضا، يعني حضور لها في حضرموت ساحلا واديا من خلال مراسليها، ونوجه لهم حقيقة تحية. يعني كان معنا حداد مساعد 8 سنوات، معنا محمد اليزيدي والآن محمد عمر في الساحل، والعديد من البرامج التي خصصت لحضرموت، وهذا شيء مشكور لهذه القناة. طبعا في البداية نهنئ قناة بلقيس على بمناسبة مرور 8 سنوات من نقل الصورة، نقل الكلمة، نقل الحدث بكل واقعية بكل شفافية، وخصوصا فيما يخص الجانب الإنساني تحديدا. نرى دائما ونشاهد ونتابع عن كثب التقارير الإنسانية التي تمس معاناة اليمنيين تحديدا، خصوصا في ظل الأزمة الأخيرة التي شهدها البلاد شهدتها المنطقة. قناة بلقيس اهتم في الماضي في الجانب الثقافي والجانب السياسي، وخاصة في جانب السياسة، ولذلك نريد منها في المستقبل وفي المستقبل القريب أن تهتم بالجانب الرياضي والجانب الشبابي، كون الرياضة هي المتنفس الوحيد للشباب الذي يتجهون إليها في ظل الأوضاع الراهنة من حروب وسياسة. لذلك نرجو من قناة بلقيس أن تهتم كثيرا وتطلق برامج رياضية خاصة للشباب، تفيد المشاهد وتعطي المشاهد تغذية راجعة قوية جدا بما ينفع بما يفيد من تعدد البرامج، وهي أيضا قناة إخبارية متميزة الوحيدة في اليمن، وفيها من المذيعين الرائعين الذين تميزون بأداء جيد وممتاز ورائع. ذكرى تأسيس قناة بلقيس اليمنية للسنة 8، أعتقد أنها تطورت بشكل كبير جدا واستقطبت صحفيين وإعلاميين بارزين بالشأن اليمني. بكل تأكيد تمر علينا الذكرى 8 لتأسيس قناة بلقيس التي ولدت في ظل ظروف الحرب التي تعصف بالوطن، وبالتالي هي خلقت رأي عام ونشرت يعني الرأي العام حول ما يدور في الوطن داخليا للعالم الخارجي، نقلت صورة ما يدور من ألام من كوارث اللي يعيشها الشعب اليمني. أهلا بكم من جديد أستاذة هناء، كيف تعلقي على ما قاله بعض الناس الذين وصلت إليهم بلقيس؟ أولا أنا سعيدة بكل رأي ومن المشاهدين داخل اليمن كيفما كان هذا الرأي، يعني أنا يهمني كثير أني أسمعهم، وأنا سعيدة وأعتقد كل العاملين في القناة نكون سعيدين لما نسمع. وإحنا لاحظنا هذا الشيء في كثير من برامجنا، وفي وأحيانا حتى إحنا في العاملين في القناة بنحب إحنا نسمع من الناس إيش رأيهم، يعني لأنه في الأخير إحنا فعلا بنطلع أنه هل عملنا هذا بيلامس الناس، هل عملنا هذا له ردود عند الناس، هل بيعطي الناس اي اثر من اي نوع. فردود الناس بالنسبه لنا جدا جدا مهمه وسعيدين فيها. مطالبات قناه بلقيس، مطالبات الجمهور لقناه بلقيس، هذا معناته انه هي ترى في بلقيس امكانيه اكبر للعمل لتغطية تطلبات كثيره، وانا اتفق تماما معهم انه في ما زال لبلقيس متسعة بأنها تغطي أشياء كثيرة، خاصة بعضهم يطالب في الجانب الرياضي وبعضهم الثقافي وبعضهم الاقتصادي. نعم للأسف كانت الحرب هي المهيمنة على تغطية القناة كأخبار وبرامج سياسية. أتأمل أنه إحنا نحصل على متسع أيضا من الوقت والمال والجهد أيضا، وأيضا من الوضع السياسي أنه في إمكانية أن إحنا نغطي أشياء كثيرة. لكن بالمقابل أيضا كان مثل ما يلاحظ المشاهدين أنه قناة بلقيس بدأت تدخل بعض البرامج لتغطية بعض الاحتياجات، مثلا على سبيل المثال صباح بلقيس كانت في السنة الماضية غطت كثير من هذه، أستطيع أقول أنه الاحتياجات البسيطة، وأيضا متنفس للمشاهدين والمشاهدات بأنه يشوفوا أشياء أخرى من اليمن غير الحرب أيضا. فكانت متنفس للمشاهدين
للعاملين أيضا. نعم. سأعود لك أستاذة هنا عند البرامج المختلفة التي أتت بغير سياق السياسة والأخبار، ولكن بعد أن أسمع أستاذ سلمان، يعني برأيك هل فعلا وصلت بلقيس للناس بالشكل الذي نأمله، أو الذي يعني شعار قناة بلقيس أنها هي صوت اليمنيين، من خلال متابعتك ومن خلال يعني وجودك بين الناس في تعز وتنقلاتك، هل ترى ذلك؟ شعار صوت اليمنيين شعار مهم. التحدي الذي يقف أمام القناة هو المقاربات الفجوة بين الواقع وبين الشعار، بمعنى ان مثلا الشعار انه في اليمن كلهم ميليشيات، يعني اللي قالته الاستاذه وليس هو مقال للنقد الان، لكن اود ان اوضح هذا. الناس في معركه حقيقيه مع الامامه، مع ايران، في اشد انواع الصراع والحروب، وهناك طرفين، طرف يقاتل ضدهم، يقدم روحه وماله وراسه وكل شيء بادنى الامكانيات في ظل اسوأ الظروف والصعوبات. من غير الصحيح أو أن يكون أنه مساوي للعدو الحوثي، يعني مثلا هذا من أحد أوجه النقد الذي يمثل الذي على القناة أو القائمين عليها أو الإعلام اليمني بشكل عام تجاوزه، أو بحيث يكونوا يمثلوا هذا الشعار يعني أو هذا الواقع. بالنهاية الإعلام صوت جهات يمنية، ليس جهة محايدة أو مستقلة أو خارجة عن اليمنيين، هي من قلب الصراع، جاية من رحم الصراع، وبالتالي عليه أن مع احترامي الذي يراعون المهنية قدر الإمكان، لكن كمان المبادئ الإعلامية أو الصحفية وحتى الأخلاقية، يعني لا تتيح لأحد أنه يتجرأ يعني أو ينتقد خارجة بشكل عام بتعميمات تجعل كأن الطرفين متساويين. هذا أحد أهم نقاط النقد التي يمكن التعليق عليها. من ناحية أخرى بشكل عام تغطية البرامج السياسية والأخبارية كانت فعالة إلى حد كبير، لدي يعني تغطية مستمرة كقناة محترفة يعني أكثر من القنوات الأخرى، الوصول كثير إلى المشاهدين. مقياس الأداء هو في توجهات رأي الناس، يعني بالغالب الإعلام اليمني مسيطر على آراء الناس وموقفهم تجاه كثير من القضايا. مثلا على سبيل المثال الموقف من المجلس الرئاسي غير مرحب به بشكل عام أو ليس جيدا لدى كثير من الناس، أهم سبب لهذا الموقف من الناس هو الإعلام خاصة الإعلام المرئي. يعني نعم. إذن شكرا جزيلا لك سلمان المقرمي الصحفي، كنت معنا عبر الأقمار الإصطناعية من تعز، وأرحب بانضمام مراد العريفي المحرر بمركز صنعاء للدراسات ينضم إلينا عبر سكاي. مساء الخير مراد. مساء النور آسيا، ومساء الخير للمشاهدين الكرام وضيوف الكرام. مراد، أنت كنت جزء من بلقيس والآن يعني بعد أن ودعناك أصبحت خارجها، كيف رأيت بلقيس من داخل المؤسسة ومن خارجها؟ أولا نترحم على شهداء بلقيس الذين سقطوا والذين لقوا ربهم وهم يناضلون من أجل الحقيقة، الحقيقة التي ناضلها من أجلها اليمنيين كثيرا. طبعا بلقيس كمؤسسة إعلامية هي واحدة اخططت لنفسها طريقا مختلفا عن بقية القنوات التي كانت عاملة في ذلك الوقت خلال انطلاقتها، وهذا ما يحسب لها أنها أسست ووضعت معايير عالية للمنافسة. حتى القنوات التي انطلقت بعد قناة بلقيس كان من الصعب عليها أن تنافس، وحينما نافست اضطرت إلى أنها ترفع مستوى الجودة، وهذا انعكس بشكل كبير على الإعلام اليمني. الإعلام اليمني الذي كان بحاجة ماسة إلى مؤسسات إعلامية تكون قادرة على أن تقدم الخبر، تقدم التقرير، تقدم البرنامج الإخباري، وهذا مثلا المساء اليمني الذي كان منذ انطلاقة قناة بلقيس واحد من المنصات الإعلامية التي تقدم للمشاهد اليمني في نهاية يومه أعتقد فرصة تنويرية عن الذي يحصل في اليمن بشكل عام، سواء من خلال التحليل أو المعلومة أو ما إلى ذلك. قناة بلقيس من الداخل أيضا أعتقد أنها أسست لصحفيين اليوم هم قادرين على أن يكونوا أرقاما صعبة في الإعلام اليمني، سواء من منتجين إلى صحفيين إلى محررين إلى مراسلين في الميدان إلى مذيعين.
وهذا كما قلت لك انه يحسب لقناه بلقيس، اضافه الى انها خلال الثمان سنوات قدمت المعلومه البعيده عن الاستقطاب السياسي الحاصل والاستفاف السياسي. كانت الى انا ازعم ان قناه بلقيس كانت الى حد كبير ملتزمه بمعايير الحياد والموضوعيه والمهنيه، وهذا منعكس ايجابا على جوده الصحافه اليمنيه، حتى انه كثير من اليمنيين اصبحت خصوصا الجمهور الذي لا يحسب على اي طرف سياسي يرى ان قناه بلقيس هي المصدر الاول للاخبار. وربما تكون هذه المعلومه يعني ربما يحاسبني اي شخص عليها، خصوصا انه لو توجد مراكز دراسات او بحوث عملت في هذا الشان، لكن حسب ردود الفعل والتغطية الراجعة تعتبر قناة بلقيس واحدة من القنوات المهمة ومن التي كانت مقصدا رئيسيا للخبر. قناة بلقيس أيضا وفرت بيئة مهنية عالية، خصوصا أنها تعمل من خارج اليمن، وهذا أثر على مسألة صعوبة. نعم، سواء في الحصول على المعلومة أو في الانتشار الميداني، خصوصا مثلا 70% من اليمنيين هم اليان في مناطق سيطرة الحوثيين، ومن الصعب جدا أن تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وهي الجماعة التي استهدفت كل وسائل الإعلام بينها قناة بلقيس التي صدر مقرها واضطر صحفيها إلى مغادرة اليمن في بداية الحرب. إضافة إلى أنه قناة بلقيس واحدة من المؤسسات اليمنية الإعلامية المحترمة، هناك معايير للانتساب إليها، معايير للعمل فيها، سواء طبيعي هناك أي مؤسسة لابد أن يكون هناك أخطاء، هناك قصور، لكن للأمانة هي يعني أنا لا أريد أن أمدحها كما أنني عمل فيها، لكن للأمانة هي واحدة من المؤسسات الإعلامية اليمنية التي تحترم بشكل كبير منتسبيها وموظفيها، إضافة إلى الصحفيين والعاملين في الميدان. ولذلك كانت مؤسسة بعيدة عن النظام السياسي وبعيدة عن يعني إذا ما لاحظنا الآن المؤسسات الإعلامية أو القنوات الإعلامية هي جميعها تقريبا متحدثة باسم طرف سياسي أو بطرف جهوي أو مناطقي أو ما إلى ذلك، بينما كانت هي واحدة من القنوات التي كانت للأمانة صدى حقيقيا لشعارها صوت كل اليمنيين. نعم، إذا سأعود إليك مراد. أستاذة هنا كنا نتحدث عن خروج القناة قليلا عن القالب السياسي بجموده وجديته إلى برامج أخرى. أنت ذكرتي صباح بلقيس، وهناك البرنامج الأهم حيث الإنسان، البرنامج الإنساني بما يقدمه للناس وباقترابه حقيقة من الإنسان اليمني البسيط، وهناك أيضا ليالي بلقيس الذي كان خط مختلف لوجود يعني بلقيس في كثير من المحطات. تحدثينا عن هذا المسار. نعم، مثل ما تكلمت يا آسيا أنه مع مطالبات كثيرة من الجمهور أنه بلقيس تحتاج إلى نوع من أنه واحد يأخذ نفسه في أوقات معينة ويلبي بعض الاحتياجات، لأنه الحرب طالت والناس أنهكت وما زال الأمل في متسع. فكان الحمد لله أنه قبل صباح بلقيس البرنامج حيث الإنسان، وهو نستطيع نقول درة من درر البرامج إن شاء الله على الإطلاق، يعني لأنه برنامج فكرته مميزة وفريدة من نوعها، وإنه قناة إخبارية سياسية تقوم بهذا العمل أيضا كانت يعني في مزيج غريب لكن في الأخير جميل. يعني حيث الإنسان هذا البرنامج اللي بيروح يغطي المشكلة ومن ثم يرجع بالحل، وبعدين يتابع نعم، وأيضا ننقل إنه الأبطال اللي كانوا في الميدان ونوصلهم للناس. يعني فالفكرة بحد ذاتها كانت مصممة بطريقة أو توليفة أعتقد إنها مميزة بحسب علمي، مش موجودة في كثير من القنوات، فأعتقد إنها كانت من درر قناة بلقيس. وهذه
أيضا أضافت مصداقية، لأنه قناة بلقيس كلما توفرت الإمكانات هي هي هي, هي ليست ناقلة فقط لأوجاع اليمنيين، إحنا جزء مثل ما قال الضيف الأول، إحنا كإعلام يمني إحنا جزء من اليمن، وإحنا هدفنا وطني وتوجهنا وطني، كلما أتيحت الفرصة بأن إحنا نعمل من أجل الناس حقيقة إحنا بنمشي في هذا الموضوع، والحمد لله بدعم من مؤسسة توكل كرمان استطعنا أن إحنا ننفذ هذه الفكرة. فكانت الفكرة أنه لا نذهب لكي إحنا نتكلم أنه في ناس بتموت جوع في اليمن، لكن إحنا أيضا أنه عبر مؤسسة توكل كرمان إحنا الكاميرا ذهبت مع الحل يعني. فكانت هذه فكرة حيث الإنسان بمواسمها الخمسة، بالإضافة إلى السنة الماضية كانت أيضا صباح بلقيس استطاع أنه يغطي كثير من الجوانب، مثل الجوانب النفسية، احتياجات الشعب اليمني والأطفال والنساء والأسرية، نعم كل هذه الاحتياجات أيضا. فأعتقد أنه إلى حد الآن ردود الأفعال فيما يخص البرنامج الصباحي جميلة ومريحة وبرنامج لطيف ومفيد في نفس الوقت يعني، بحسب ما أسمع من بعض المشاهدين. نعم، إذا نعود إليك أستاذ مراد، برأيك كيف أثرت الحرب والاستقطابات الإقليمية على المناخ الإعلامي الذي يفترض أن يتسم بحرية التعبير ويلتزم بقواعد المهنة؟ المشكلة أنه اليمن كل الأطراف في اليمن تعادي الصحافة تعادي الصحفيين، من الصعب اليوم على الصحفيين اليوم أن يعرفوا بأنفسهم أن يقولوا أنا صحفي. يعني أنا مثلا لما كنت في اليمن كان واحدة من الأشياء اللي هي ربما أحكم على نفسي بالإعدام لو قلت أنا صحفي، حتى على مستوى الجواز، يعني كثير منا لا يفضل أن يكتب أنه صحفي أو إعلامي في مهنة الجواز. تماما، ولذلك صعوبة العمل الصحفي في اليمن أصبحت مرتفعة، إلى ذلك أنه العمل من خارج اليمن والعمل من خارج الميدان واحدة من أعقد المشاكل التي يعاني منها الإعلام اليمني، وخصوصا الإعلام التلفزيوني الذي اضطر أن يعمل من خارج اليمن. فمهما كنت بإمكانياتك بقدراتك بمهاراتك وأنت بعيد عن الميدان ستكون هناك المسألة مختلفة تماما إذا كنت في الميدان. الأمر الآخر، حالة الاستقطاب السياسي الحاصل خلال الفترة الماضية جعلت الإعلام واحدة من الأدوات، سواء في مسألة أنه في بث الأخبار الكاذبة، خطاب التحريض، خطاب الكراهية، خطاب الاستفاف السياسي، وهذه للأسف تورطت فيها كثير من القنوات اليمنية ووسائل الإعلام اليمنية بشكل أو بآخر. إضافة إلى أنه الاهتمام بالشأن السياسي خلال الثمان السنوات الماضية كانت واحدة من المآخذ ربما على الإعلام اليمني، أنه اتجه إلى أنه يغطي المشهد السياسي، ولذلك حتى مهنيا خلق جيل من الصحفيين يهتموا فقط بالتغطية الإخبارية، وربما أنا واحد منهم خلال الثمان سنوات الماضية. الآن حينما مثلا تتحدث مع صحفي يمني من الصعب عليه أن ينظر إلى زاوية إعلامية مختلفة بعيدة عن مسألة التغطية الإخبارية، إضافة إلى أن الشأن السياسي بقى هو المتحكم. يعني وفق دراسة المركز الإعلامي الاقتصادي يعني تقريبا 452 برنامجا سياسيا مقابل 124 برنامج اقتصادي وتنموي، وهذا المفترض أنه جانب نهتم به ونركز عليه خلال هذه الفترة. إضافة إلى أنه واحدة من أعمق المشاكل التي يعاني منها الإعلام اليمني هو الخلط الحاصل ما بين صحافة المواطن أو مواقع التواصل التي خلقت مؤثرين أو متصدرين لهذا المشهد بعيدا عن المهنية بعيدا عن النقد، والمواطن المشكلة أن المشاهد اليمني يحسب هؤلاء على مسألة الإعلام اليمني، ولذلك بقى الإعلام اليمني متهم بما يتهم به صحافة المواطن أو صحافة مواقع التواصل، وهذه تقريبا خيط دقيق فاصل ما بين هذه صحافة المواطن والصحافة المهنية الجادة. إضافة إلى أنه وضع الصحافة بشكل عام والمسألة أنه الاعتداءات والانتهاكات المتكررة على الصحافة جعلت الصحفيين يخشون العمل بشكل
بشكل حيادي أو مهني أو موضوعي، ولذلك بقى هو المستهدف الأول. نعم، لأنه الحلقة الأضعف للأسف. طبعاً الحلقة الأضعف، لأنه كل فلذلك اضطر إن الصحفي في وقت من الأوقات إنه يصطف إلى طرف معين حتى يتقي مثلاً شر طرف آخر أو جهة أخرى أو ما إلى ذلك. كثير من هذه المشاكل الإعلام اليمني اليوم هو يحاول أن بشكل أو بآخر أن ينجو منها، لكن بالعودة إلى قناة بلقيس مثلا أنا أزعم أنها قناة حاولت كثيرا وخرجت من هذه الصفافات الضيقة أو المحسوبة على اتجاه معين أو طرف معين. نعم، إذن شكرا جزيلا لك مرادة العريفي المحرر بمركز صنعاء للدراسات، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. عودة إليك أستاذة هناء، ما الذي ينتظر مشاهدي بلقيس في الفترة القادمة؟ والله سؤال صعب، يحتاج أنه عشان يجاوب هذا السؤال مجموعة منهم، مجلس الإدارة والإدارة بكلها يعني هو صعب، لكن ما أنا متأكدة منه شخصيا بأنه ينتظرهم مزيد من الالتزام بقضايا الناس وبقضايا المواطن اليمني بعيدا عن التحالفات الحادثة الحاصلة الآن في الميدان وفي الإقليم، وبعيد عن الارتهان، وبعيد عن بيع القضايا الوطنية. ما ستكون بلقيس راصدا لكل هذه الانتهاكات ولكل الخيانات التي تحدث حاليا. باعتقادي أن بلقيس ستظل صوت اليمنيين وستثبت ذلك يوم بعد يوم إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا جزيلا لك أستاذة هناء، أنت دينامو القناة وعمود التوازن فيها، رغم أنك متعبة إلا أنك أثرتي الحضور معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. وأنا أيضا حابة يا آسيا أني أشكر كل، الله يحفظك ويخليك، شكرا يا آسيا، وأنا حابة أنه أشكر كل العاملين في القناة فردا فردا. أنا كنت شاهدة خلال 8 سنوات على كل الجميع كان يعمل، وكان فعلا كل عمل يغطي الآخر وبها اكتملت الصورة فردا فردا داخل القناة وأيضا خارجها، العاملين في قناة بلقيس. كل سنة وأنتم بألف خير ويعطيكم ألف عافية. وأنت بألف خير وصحة وسلامة. هناء صالح مديرة شركة بلقيس ميديا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب في هذه الحلقة الخاصة من المساء اليمني. أشكر لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلقاكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.